مساك الله بخير دكتور. مساك الله بالنور وسرات وسلمان. دكتور ترى هذا مو هو بثوب شتوي هذا. أقول شو بتحملنا الحر. لا لا هذا قطن طبيعي بس إنه ملون. آه تمام. بقول لكم تجربتي وشيء هذا الدكتور حسان المقبل من نعمة الله سبحانه وتعالى علي. أمي له دعوة تقول الله سخر لك ملكة السماء وصلاح الأرض. والله هذا من صلاح الأرض اللي أحدث وتغيير بحياتي. آمين. الدكتور حسان تابعته بسناب قبل فترة وتواصلت معه ونظم حياتي ونظم علاجي بالسكر فرق معي يعلم الله والله على ما أقوله شهيد إنه فرقت معي حياتي. خلوا أوريكم الجهاز اللي مركب بيدي الآن. هذا التطبيق أدخل عليه من هنا وأضغط مسح حطه على يدي هنا. سمعت الصوت؟ هذه الآن قراءتي 173 السكر حقي. طيب الآن يرن عند الدكتور. طبعا يوم سويت أنا المسح تاو بيدي رن عند الدكتور. أنا الدكتور رابطن الجهاز حقي اللي بيدي بجواله فشوف هذه قراءاتي كلها تجي عند الدكتور بأي وقت لو كان أو بأي بقع يكون هو يمكن يعني لو يكون بأمريكا يبي يجيه. حلو. طبعا عنده يمكن الدكتور مرضى واجد لكن يعني هذا الجهاز ممكن تركبه بالوالدة أو بالوالد وتصير تتابع أنت مهما كنت ومهما كان موقعك متى ما أخذوا مرة على إيده طلع عندك التحليل. ولكن أنا بقول لك شيء دكتور قبل نبدأ. دكتور أبى أقولك الأشياء اللي بعد ما ركبت الحساس هذا عرفت إنه ترفع السكر بدرجة مي بسهلة. واحد الجحة البطيخ يا ناس شيء إجرام أكلوا شيء يقبع السكر. اثنين التميس. صادق نبهت علي كم مرة بعد التميس. والبيتزا والله ما عليش التميس والبيتزا يرفع عن السكر. وغريب التميس هذا يعني احنا التمر يرفع السكر لكن ساعة وينزل التميس يقعد ساعات يطول ورفع السكر فعلا يقعد الى 6 ساعات رفع عن السكر التميس عندي الخبز التميس هذا اي والله دكتور يقدم محتوى جميل وجبار المرضى السكر وفوه انت كل اخر احصائيه كامل دكتور اي ما قلت لكم شيء دكتور مهم. ليش الدكتور ابدع في مجال السكر؟ يقولون نسال مجرب ولا تسال طبيب. هو اجتمع مجرب وطبيب. هو عنده سكر اطفال من يوم هو طفل ودرس الطب علشان يعني يحل هالمشكله وان شاء الله انه قادر. عندي امل ترى يوم من الايام بخترع علاج نهائي للسكر ان شاء الله. اتذكر كلامي ان شاء الله ان شاء الله. دكتور انت مركب مضخه؟ اي انا مركب مضخه سكر. ايه هذه ايه عباره عن مضخه تدخل الانسولين. هذا يكون فيها الانسولين وهي موصله بالجسم. تغير كل 3 ايام مكان الابره يعني مو عمليه ولا شيء. انت تركبها بنفسك عادي. ايه الناس تسال عن الجهاز اللي بيدي. بقول لكم انا ما يمدينا تواصل خلاص ثابت بصراحه هذا هو جهاز تركبه زي كذا وبدا تمرر على الجوال يعطيك يعطيك القراءه. طيب بالبدايه مرض السكر يا جماعه الخير مره منتشر والمشكله انه الى الان في مفاهيم كثير خاطئه عنه. ما يدرون مريض السكر يقدر يعيش حياه طبيعيه وانا متاكد مليون بالمئه ان مريض السكر يقدر يعيش عمر اطول وبصحه افضل من الانسان الطبيعي اذا حافظ على بعض الاساسيات اللي احنا كلنا نقدر نحافظ عليها. فانا دائما اتكلم واثقف لانه السكر نمط حياه يا جماعه الخير مو هو شيء صعب. والله اني اعرف مرضى سكر اللهم لك الحمد صحتهم افضل بكثير من الناس الطبيعيين. حافظ لي على اكلك، حافظ لي على الرياضه بشكل يومي، وحافظ لي على وزنك. طيب تقدر تعطيني يوم العب ولعب؟ اي وانا دائما اقول للناس ينصدمون عندك يوم واحد مفتوح بس بالاسبوع كل فيه اي شيء تشتهيه، اي شيء تشتهيه بالك كله بس طلب بسيط بعد ما تاكل روح سوي رياضه بسيطه عشان تنزل سكرك طبيعي. وغير الرياضه ممكن تاخذ انسولين اذا انت اساسا اذا انت تاخذ انسولين ممكن تزود جرعتك شيء بسيط. ترى انا معي ابره اذا بخربه مره 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 انا اكل حبوب لكن اذا بخربه خربه خربه اضرب لي شوي انسولين ذاك اليوم وانبسط. بس انتبهوا من الانخفاض يا جماعه الخير مو باي واحد ياخذه يعني خذوه تحت اشراف.
تحت اشراف طبي يا جماعه الخير. لا حد يتهاوى موضوع الانسولين، ترى مره يعني معقد يبي له حساب جرعه، فتحت اشراف طبي كلم طبيبك هو اللي يعطيك الاشياء هذه، لا تلعب نفسك. وانا متاكد والله العظيم اذا مشيت على نمط حياه صحي راح تعيش سعيد جدا مع السكر بعمر طويل باذن الله تعالى. وانا متاكد انك في حاله انك مريض سكر او عندك احد بالاسره مريض سكر وتبي تضيف حساب الدكتور، تبي تكون سعيد بالايام اللي جايه وبالعمولات المعلومات الجميله من شخص مصاب بالسكر وطبيب. الله يسعدك، الله ينفع بك دكتور. اللهم امين وياك يا حبيبي.